ره حمار. فيلم بطولة يوسف وهبي وسعاد حسني. ايش حب؟ قهوة؟ قهوة تانية يا أبو علي قهوة؟ ايش حب؟ برافو يا لولا، برافو برافو. والله أيوة خدني كده وكرويتني. مش معقول يا لولا، أقعد طول عمري بشرب قهوة الصبح وفجأة كده أبطلها، مش مشكلة يعني فنجانين ثلاثة في اليوم. ايه تلاتة في اليوم؟ الدكتور مانع ولا فنجان قهوة حتى عشان خاطر صحتك يا بابا، عشان خاطر ربنا يخليك لينا. ربنا يخليك لينا انت يا حبيبتي. خدي حبيبي يلا يلا. برافو بالشفا. يحلق مر قوي. اشرب بقى قهوة. لا ما بحبهاش. اشرب مية. هي مية دي فين؟ هي ما بتصحاش لوحدها ابدا. ما انت اللي مدلعاها من يوم امك الله يرحمها ما ماتت، وانت بتعملي كل حاجه. تصحى ليه بقى؟ تدلع براحتها، وانا يعني ورايا ايه؟ وراكي ايه؟ وراكي تتجوزي بقى وترحميني. من تحكماتك فيا. تحكمات؟ انا بابا بتحكم فيك؟ ما هو مش ممكن يا لولا، العرسان واقفين طوابير على الباب. ها؟ وانت مطنشه. مستنيه ايه؟ اختك وتخرجت من الجامعة وبقت معيد قد الدنيا، وأنا وطلعت معاش وما رايش أي حاجة. يا بنتي شوفي مصلحتك، إحنا ما بقناش صغيرين. صغيرين صغيرين قوي يا أبو علي، ما تعملوش حاجة لنفسكم. لازم أنا اللي أصحيكوا وأدي لك الدواء وأخد بالي منك، عشان كده أنا هفضل على قلبك. على قلبك يا أبو علي والله. يا مي يا مي مي طبعا. هتنامي ازاي وده في حضنك يا جميل؟ هعمل ايه بقى؟ حب بهدل. حب ايه؟ حب ايه؟ حب ايه يا صغنن؟ انت كتكوت ولا يا بنتي؟ انتوا لسه عيال صغيرين خالص. صغيرين ايه بس؟ انت عارفه انا ونادر صحابنا مخلفين بدل عيل اتنين. اتنين؟ خلاص شدوا حيلكم واتجوزوا وخلفوا اتنين. انت بس شدي حيلك وارجوكي خلي بابا يوافق بقى. يا حبيبتي بابا بس عايز يطمن عليكي، يضمن لك حياه كريمه وكويسه. اجي هو يشد حيله ويجيب الشقه، بعد كده كله هيتحل. احنا ما قلناش حاجه، بس هو الولد هيقطع نفسه يعني. ما هو الصبح شغال معيد في الكليه وبعد الظهر هاري نفسه نحت. هنعمل ايه؟ البلد دي ما بتقدرش الفن. هو في عندك حق، بس عايزه الحق. انا مش عارفه انت عاجبك في ايه. ده زي القمر. قمر؟ وبعدين بكره يعمل معارض وتكسر الدنيا، يبقى معاه فلوس قد كده. فلوس قد كده؟ قومي صحصحي صحصحي صحصحي. يلا مستنياكي وبابا بره. باباكي بجنني بيشرب قهوه. بابا ما تنساش الدواء الساعة 12. ها؟ ودواء القولون يا حبيبي. لو عشت أي حاجة بكلمني على الموبايل. يلا سلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعالى تسيب مفتاح العربية. ما هو لو كنت متجوزة وما ورتيش حاجة غير بيتك ونفسك ما كنتيش نسيتي. صباح الفل. طيب عايزك في موضوع مهم جدا. معلش يا بابا. مش فاضي يا حبيبي. ادعيلي يا بابا.
صباح الخير يا ناس العيلة. صباح النور. ازاي صحة حضرتك؟ الحمد لله. وازاي صحة الأستاذ حسن والد حضرتك؟ الحمد لله. وازاي صحة الأنسة مي أخت حضرتك؟ الحمد لله. الجو بعديها النهاردة؟ نعم إن شاء الله. ساقعة شويتين بس حضرتك. الحمد لله. أنسة ليلى. أنسة ليلى. أنسة ليلى. يا ترى الاستاذ حسن والد حضرتك اتكلمك بخصوص يعني انا بخصوص ايه حضرتك ما تنطق بخصوص موضوعنا انا وانتي انتي وانا يعني انا والله كلمته امبارح وهو وعدني انه هيفتحك في الموضوع موضوعنا بص يا استاذ فتحي حضرتك جارنا من سنين ومتهيألي انت كلمت الوالد في الموضوع ده بدل المره 1000 مره كل مره ردي لا 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 تفكري قبل شويه وبعدين نرد عليا نهارك سعيد على مهلك خدي بالك عشان هنا في سلمة مكسورة أنا على مهلك مع السلامة ألف سلامة مع السلامة خدي بالك بقى وانت سايقة في الشوارع اليومين دول صعبة أوي مع السلامة حلو مع السلامة زي ما اتفقنا بقى على مهلك على مهلك المسايقة مع السلامة لا إله إلا الله سلام هتفكر هتفكر بص لها سعيد حلاوتك يا ادم باشا اطهر اسود انا اسفه يا ستي حرام يا امي اسفه ايه شوف ايد عمتي حقك عليا عمتي يا ست عيب كده يا حضرة تتكلم بالاصول قول لي عايز كام وانا ادفعهم لك يا مساله كام يا ست مساله الورديه اللي راحت والوقت اعمل فيكي ايه يا ست انت تعمل في ايه يا جاي راجل المجنون انت اتكلم بهدوء شويه عيب كده عايز كام ما كام ايه يا ست انت وبعدين بتكلميني كده ليه بقول لك ايه ما تيجي تربيني احسن انت بتكلميني بالتناكه كده ليه صحيح. مالك يا ست فعلا انت محتاج تربيه بس انا مش فارجه لك هتقول لي عايز كام ولا تكر على الله كام ايه يا ست انت تعالي هنا انت رايحه فين يا سعيد في ايه بس اهدى مش كده بالراحه يا عم الاستاذ ادهم انت مش فاهم ايه اللي حصل معلش وبعدين بقى. مش عاجبها بتكلمنا من طرطيف غيرها ما يصحش كاننا شغالين عندها ما يصحش كده 100 جنيه الله يسامحك ايه دي يا اختي 100 جنيه يا اختي ايه يا اختي دي عيب يا محترم عيب انت بتكلم واحده ست عيب عيب انت خليتي فيها عيب في انت كمان عمال بتنحني كده ليه من الصبح معلش انا اسف يا فندم بالراحه كده الموضوع مش مستاهل ايوه مش مستاهل بس اديك شايف الطريقه إيه يلا يا عم الله يسهل ايه ده مالك واخدانا كده على الحامي كده ليه شمال ويمين مفيش حد مالي عارف ولا ايه سعيد خلاص هوديك الاسم يا سعيد هوديك الاسم سعيد خلاص انا عايز اروح الاسم تعالى انا عايز اروح طب اركبي بقى 100 جنيه يا اختي خلاص 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 اتفضلي اتفضلي يا فندم اتفضلي خلاص يا عم سعيد خلاص بقى يا عم الاستاذ ادهم ما ينفعش كده حرام عليك خلاص الموضوع ده عندي بقى اركب بقى بالراحه بالراحه خليها تعدي يا شيخ يا شيخ روح يا شيخ اركب بس بالراحه بسرعه خلاص يا عم ادهم يلا امشي وراه امشي وراه يا عم بالراحه مش كده يا عم سعيد هات امي ما حسيب صباح الخير يا هاجر صباح الخير مش يلا عشان عندك محاضرة دلوقتي ولا ايه؟
طيب نادر انا هستناك جوا. اوكي باي باي. باي. ايه ده بقى؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ وانت كمان انت اللي متعصب. ايه الدخله دي؟ خليتي شكلي زي الزفت. لا بجد. لا اتفضل يا حبيبي اتفضل روح لها. انت يا بنت اتهبلتي؟ فيكي حاجه النهارده؟ واحده بتهرج مع المعيد بتاعها، ايه اللي حصل يعني؟ انت اللي بتغيري يا كتكوته. بغير من دي؟ بلاش هبل. امال مالي وشك احمر كده ليه والدم هيفط منه؟ الجو حر. الجو حر؟ يا بيني وبينك برضو البيت تخلي اي حد يتنطط يعني. انت كمان ليك نفس تهزر؟ انت ما وراكيش حاجه ولا ايه؟ ورايا وحضرتك عطلتني. طب يلا امشي يا بت امشي. الحمد لله وتشوم الماركس زي الفل. الحمد لله الحمد لله. عشان نبطل القلق اللي احنا فيه ده يا ليلى. قلق؟ انت عارفه كويس ان انا ما بقلقش خالص. انا والسرطان بقينا اصحاب وانا مستنيه اصحابي يجوا في اي وقت، ما عنديش اي مشكله. صحابك دول مش هيجوا ليكي ولا لغيرك، اطمني بقى. يا دكتوره لما يجوا فيا احسن ما يجوا في حد عزيز عليا. كلنا عزاز على بعض. اهم حاجه ان احنا نتابع واللي قلت لك عليه ما ننساهوش. اقول لك تاني ولا ايه؟ انا فاكره بس قولي. هقول لك. نو سموكينج نو فاست فود مفيش معلبات عشان دي فيها كيميكلز. وعلى قد ما نقدر ناكل فريش فود زي ايه؟ خضار فاكهه عشان نحافظ على النضاره والجمال ده الانتي اوكسيدنت. اوكي ما تخافيش عليا انا بقيت خبره. ده انا تلبستك. احنا بقالنا قد ايه مع بعض؟ 20 سنه؟ 19 ونص لو سمحتي. ودي المره 39 اللي باجي فيها. وباجي فيها لوحدي. يا ده انت حافظاهم بالمره كده؟ لا بالتحليل. ما هو ده التحليل ال 39 كلهم باخدهم واشيلهم عندي. برافو عليكي جود جوب. طمني بقى. انا مطمنه الحمد لله الحمد لله على كل حاجه. طيب ما تاخدينيش بقى في دوكه وتفضلي تقولي تحاليل ومش تحاليل والحاجات دي. فين العينين اللي قلتي لي هتبعتهم لي؟ انا رايحه حالا دلوقتي الجمعيه وان شاء الله هبعت لك كشف باسماء كل الحالات والحاله المبدئيه بتاعتهم. بجد والله انا ما عارفه اقول لك ايه. ربنا يجازيكي كل خير. ربنا يخليكي يا ليلى. ثانك يو سو ماتش. انت اللي بتدلي على الخير يا حبيبتي. عارفه كل المرضى بيدعوا لك واهاليهم كمان. ميرسي يا حبيبتي ميرسي. بصي بقى عايزه اكلمك في نفس الموضوع بتاع مي. حقيقه قلقانه عليها وهي ما بتفكرش خالص ان احنا نفس الجينات. نفسي تعمل تشيك اب وفي نفس الوقت بخاف ان الخوف اللي عندي ده يتنقل لها. دونت وري. اهم حاجه ان الخوف اللي جواكي ده ما يتنقلهاش. انت بقى بذكائك كده لما انا عارفاه عنك جراديولي تكلميها خليها تعمل تحاليل وجيبهم لي المره الجايه وانا هطمنك عليها ان شاء الله عشان نبطل قلق. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يخليك. استاذن انا بقى. باي باي. ميرسي. باي باي. باي الو هاي غدا. معلش انا نص ساعه وهبقى عندك. المهم ركبتوا الستاير؟ طب يا ستي يلا انا جايه لكم على طول. سلام سلام يا ستي باي. حلو كمل على كده. في تطورات سريعه بجد. يعني مش عارفه حاسه في حاجه غلط مش عارفه ايه المشكله. لا انت لسه عشان التفاصيل لسه ما خلصتش يعني. ماشي هريتك انا. ها حلو بس بصي على الرجل دي النسب بس عايزه تظبط مع باقي الجسم. اوكي شطوره يا عم. انت ليه مكسر بقى؟ ما تضحك. انت بتطلع جنانك على اللوحه. انت اللي موافق ورايا. يعني عشان معيده مثلا وكده. انت معيده؟ الله الله. انت كمان بتعيد على فكره. عامله ايه؟ تمام. ايه رايك بقى؟ ليميت. اسمع بقى الموف ده وزعه احسن من كاش. على فكره مفيش موف. طب انا عندي عم الوان. اسالي الناس دي كلها جيبيهم كده واساليهم في موف. ولو قالوا لك في موف يبقى في موف. بطل لماضه اشتغل. طب بقول لك ايه؟ هيبقى في موف بس توريني بقى ان تيجي الحفله بتاعتي انا وماجد وهاني.
ازاي يبقى رشوه؟ خلاص هاتيهم كده مي. ايه يا عم ما صدقت. ايه مي فيها مي؟ استناكي. ماشي. هتتحسد انت على فكره، هحسدك. على ايه بس؟ على الشغل. ربنا يخليكي. لا بس برافو حلو. شكرا. مالك يا ميدو مش شغال ليه؟ لا مفيش، متضايق شويه بس. طب بنزل كده عشا ضغط عشان تفوق. استاذة مي ثواني. عن اذنكم يا جماعه ثانيه. بطلي شغل العيال بتاعك ده بقى. يا نادر انا مش فاهمه ايه اللي حصل لكل ده. كان بيقول لك ايه يا ابو قردان ده؟ وايه اللي مخليكي مكركعه من الضحك قوي كده؟ مين فهد؟ احترمي نفسك شويه. اه زفت يا ابني، ده كان دفعتي وطالب عندي قال لي حاجه ضحكتني قدام الناس كلها. ايه المشكله يعني؟ ما تستعبطيش. خلاص يا نادر لو الموضوع مضايقك قوي كده مش هيحصل تاني. روق بقى. تغيري عليا يا وزي. هبل ده. انا غير من ده؟ امال مال وشك احمر كده ليه؟ لا ده الحر بس. طب يلا مش هتروح تفطرني؟ مش عايزك مني بفطر. نادر خلاص بقى وحسن والله العظيم ما بيسكت من الناس دي كلها. شفايف؟ ارحمني بقى ارحمني. اخواتي غضنفر. انا قلقت لما تجيش. لا معقوله ما اجيش، انا بس اتاخرت، السكه كانت زحمه قوي. ولا يهمك. اخبار هدى ايه؟ كويسه الحمد لله، بس بقى مهدوده في تدوير على الشغل. هي هتيجي النهارده نفسها تشوفك من كتر ما سمعت عنك. انا كمان نفسي اشوفها قوي. على فكره انا جبت لك معايا الشهر اهو بتاع الجمعيه دي بقى المحاسب عشان انا مش قاعده للاخر. ماشي كتر خيرك يا حبيبي. وعندي خبر حلو قوي كمان. الدكتوره سلوى اتكلمت معاها واتفقت ورحبت جدا انها تقبل حالات من عندنا ومن غير اي حاجه، عليكي بس ان انت تنظمي الحالات دي عشان نبعتهم. هنيه كتر خيرك كتر خيرك بجد. وانا بعمل حاجه يا ام هدى. تعملي كفايه يوميتك هنا. ربنا يخليكي. طب يلا تعالي عشان غرامها تتكلم. ماشي حبيبتي. اطلعي انت وانا هاجي لك. خدي ماما. في علبه تانية كمان نسيت وخبت كتير. معنا أستاذ غرام كلنا عارفينها طبعاً، هتحكي لنا النهاردة عن تجربتها مع السرطان وإزاي واجهته وإزاي قاومته وقدرت تقضي عليه إن شاء الله، وهتحكي لنا عن تجربتها الشخصية خلال رحلة المرض. تفضلي. صباح الخير. أنا اسمي غرام الشاعر، أستاذة في كلية العلوم جامعة القاهرة. الحقيقة أنا اتصبت بالمرض ده من حوالي 7 سنين، وطبعاً زي ما أنتوا عارفين هو بيحتاج راحة وفترة علاج طويلة، خصوصاً لو كان في مرحلة متقدمة منه. ولأني متجوزة عن حب زميل ليا ودكتور جامعي فاضل، فقررت أن أنا صرحه بالحقيقة من أول ما عرفت. الحقيقة هو كان صريح معايا جداً وطلقني. مش هي دي المشكلة، أنا كنت فير قوي مع نفسي وكنت حاسة أن ده من حقه. إنما المشكلة إني أنزل أروح للدكتور، أرجع لإيه متجوز وإيه طالبة عندي في الجامعة وجايبها تعيش معايا في البيت. الحقيقة ده كان كتير عليا قوي. دخلت في حالة نفسية وحشة جدا وبدأت رحلة العلاج النفسي، رحت لدكاترة نفسيين كتير قوي لكن ما ساعدونيش في العلاج بأكتر من 30%. لكن الحقيقة اللي خلاني أتحدى المرض وأقدر أقاومه بقوة هو انتوا، وجودي هنا في وسطكم وتشجيعكم ليا
وحبكم ليا خلاني بقيت كويسه جدا، وان شاء الله قريب قوي هبقى 100 فل و14. مش بيقولوها كده؟ ميرسي ليكم. شكرا. ميرسي ليكم. شكرا. ايه رمضان، ازيك؟ اركنها وهاتلي المفتاح جوه. استنى عليك يا ادم باشا، ما تتاخر، كفايه اليوم المنقي. يا عم ما تقلقش يا عم سعيد، خلاص استناني شويه. الوليه مستنياني يا ادم باشا. ولا تقلق يا عم الحاج، انا هعوضك. هتعوضني على الحادثه؟ طبعا هعوضك. هتعوضني يا باشا؟ اوف كورس اوف كورس اوف كورس. استنى سعيد. حرك الاستاند في النص، وصلهم ما بين الاثنين وافرش عليه المفرش ده. يلا بسرعه يا ابراهيم، جرب لي الاضاءه من تحت. هات السلم هنا يا محمد، كله هيتكسي بالابيض، ما تنساش ان الاضاءه هتبقى من الجنب. بونجور يا ريس. بونجورك يا احمد. الريبونز عايزاها فضي ولا دي؟ لا طبعا الفضي، الفضي لو سمحتي يا احمد. السلم ده كله هيتكسي ابيض، الاضاءه هتبقى من الجنب، اعمل حسابك. يلا يا رجاله بقى، هي اول مره؟ مش معقوله يا غدا، انا قلقانه بجد. هنلحق نخلص قبل بكره؟ يا لولا يا حبيبتي اهدي بس، كل مره بتبقي قلقانه كده وكل مره بنخلص قبل ميعادنا. وفين الشمع؟ ما جاش الشمع لغايه دلوقتي. لسه قافله مع الراجل حالا وقال لي كل حاجه هتبقى تمام بكره يا ريسه. بكره يجي الورد بس عشان يبقى فريش، لكن الشمع لازم يجي النهارده عشان اخلصه النهارده. حاضر يا ريسه. يلا يا رجاله شد حيلكم. فين المفارش؟ ايوه هتفرش المفارش دي وبعد كده تربط الريبنز. تمام يا ريس. غدا 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 تعالي بسرعه، شايفه الراجل اللي واقف هناك ده؟ ماله؟ هو ده الراجل اللي انا خبطته في التاكسي. انا خبطته في المانيال، ايه اللي جابه الهرم هنا؟ عادي يعني، هما بتوع المانيال اللي بتخبطوا ما بيجوش الهرم؟ مكبره دماغك يا لولا، ولا تحب اروح اكلمه انا؟ اهبتي اهبتي بقى. بعدين احنا مالناش دعوه. صح، احنا مالناش دعوه. قوي ماشي. يلا يا احمد خلصهم بقى، عايزين لازم تلزقهم عشان ما يتحركوش. خد المفارش دي معاك. اجري هات المفارش، اجري. يا ابراهيم مش متوسطنه، الاستاند مش متوسطن كده، شيل السلم عشان نعرف نشوف. يلا يا رجاله، هي اول مره. قولي لصاحبك يا فتحي، الستات دول بيحبوا الراجل الكريم، وجو الرومانسية ده ما بقاش بياكل دلوقتي مع بنات اليومين دول. ايوه بس هو قال لي انها مش زي بنات اليومين دول، وقال لي كمان دي ارق واحدة ممكن تعرفها في حياتك. كلهم زي بعض. طب تقدر تقول لي تفسير واحد ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ الظاهر كده في حكاية قديمة. لا يا اخي، لا حكاية قديمة ولا جديدة ولا حاجة يا اخي. دي جارته من زمان، ولو في حاجه كان زمانه عارف هيتخبى عليه منين. بص هو اصلها اتقدم لها ناس كتير، وهي كانت بتتقال عليه يعني. اهو تبقى مع ادم، هو حد لا يتجوز اللي من دول؟ دي بتتدلع عليه يا عم. طب وماله يا اخي لما تتدلع؟ لو ما اتدلعتش عليه هتتدلع على مين يعني؟ عارف؟ هو قال لي انها لو فضلت ترفضه 20 سنه كمان هيفضل برضه يتقدم لها. بيحبها بيحبها وفي قلبه ساكن حبها. بكره خلاص هقول لها روحي لها علي لها، انت المنى انت الهنا انت حياتي كلها. يا عيني على الحب يا جدعان. والله الراجل ده يستاهل يتعمل فيه اكتر من كده. بقول لك ايه؟ هو مكلفني ان انا اكتب لها شعر. اصله ملخم وما بيعرفش يكتب. طيب. على اساس يعني ان هو اللي كتب لها الشعر. خدعه يعني خدعه. تحب تسمع؟ هاتي ما عندك. خذ يا سيدي خذ. في الطلعة والنزلة منورة
وتركبي عربيتك وتسيبيني. حسيني حسيني ده قلبي فيه دحضرة. على الغدا بترجعي وعلى السلالم بشوفك من تاني، وانا بس زرعي اللي هو انا، سلامي سابق كلامي. تطنشيني بس انا في حبك قلبي بيقول لي مفيش تراجع مفيش تراجع. هتكوني زوجتي ان شاء الله، وعيلتك هي عيلتي، وزرعي هو زرعك، في كوشة واحدة هتجمعنا الايام، وانا في حبك ما بنام. مع تحيات فتحي عبد الظاهر تليفون. استاذ عدلي استاذ عدلي راح فين؟ استاذ عدلي استاذ عدلي راح فين؟ شفتي استاذ عدلي؟ استاذ عدلي انت فين يا حبيبي؟ اتصلت بيك كذا مرة. بتعملي اكل؟ تسلم ايدك. طب قولي اخدت الدواء؟ برافو يا بابتي يا حلو انت. لا انا مش هينفع اجي اتغدى معاكوا، اتغدوا انتوا. بابا هكلمك تاني لو سمحت. هكلمك تاني على طول. ها باي. دي بتتربط على الكرسي مش على ايديها. شايفه الراجل اهو. راجل مين؟ الراجل بتاع الحادثه اللي كان جوه التاكسي ده بيصورني. تاكسي ايه؟ عادي على فكره، ده شكله خواجه وبيصور المكان. خواجه ايه انت التانيه؟ ده تلاقيها معجب بيك يا قمر يا لولا يا جامين. دي معجب ايه؟ ايه الكلام الغريب ده يا احمد؟ روح شوف شغلك. ايوه صحيح يا اخي، روح شوف شغلك يلا بسرعه عشان ننجز ونطير، ورانا حاجات. ايوه صح، ورانا حاجات. حاجات ايه؟ اصل احمد عازمني على العشاء النهارده، وبعدين يعني هنروح. ماشي هنروح. طيب امسكي دي عشان اروح اشوف شغلي. بس الدكتور بتاع النون نونو قال لنا النهارده مناسب جدا للحمل. دعواتك بقى لولا. يا رب يا رب يا غاده، يا رب ربنا معاكي حبيبتي. يا رب بس اتتميمي على كل الشغل قبل ما تمشي، مفهوم؟ يلا يا رجاله عايزه اخلص النهارده. اهو اهو رجع، ده بيصورني. لا ده راجل غريب جدا بقى، ده مش طبيعي خالص. بس بقى يا باشا خلصت بغلوس تجاره من هنا، اتمرمطت شويه واتكحرت شويه لغايه ما ربنا رزق بالتاكسي ده. تمام. ايه رايك؟ حلوه الصوره يا باشا؟ 100 فل حبيبي حبيبي. وبعدين بقى قابلت مين؟ ام جنى وجودي حبيبه قلبي الحكومه. الله حبيبتي دي خلفت منها جنى وجودي توأم ما شاء الله، وهي حامل في توأم دلوقتي. ده انت متخصص بقى. حبيبك يا باشا. بس يا باشا انما ما تاخذنيش يعني، انت راجل طيب وابن حلال صحيح، لكن مضطرب الابعاد حبتين. غامض يعني. وراك حدوته يا باشا مش كده؟ وراك حدوته، واقطع دراعي من هنا. ما كانتش الحدوته دي ليها علاقه بالست ام 100 جنيه. معاك حق يا سعيد. لماح انا؟ لماح جدا. باخدها وهي طايره. غلط مش كده؟ غلط. لا 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 ألات ألات يعني فعلا. ألات يعني ايه يا باشا؟ جدا يعني كتير. جدا ايوه فيري يعني بالظبط كده حبيبي يا باشا. ماشي. بقولك ايه بقولك ايه 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 في ايه يا باشا؟ طب ما تقولي ما تنسيني هنعمل ايه؟ ايه هقولك حالا هقولك حالا. دور بس دور اهو. دور هتمشي وراها بالراحة جدا. سلولي سلولي يعني سلانسي 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 يا باشا. يلا بينا. سلانسي سلانسي. أنا مش همشي قبل ما اطمن انك طلعتي وتبصي لي من البلكونه كمان. طيب اوكي هطلع اكلمك اطمنك، بس امشي عشان ليلى لو شافتنا هتضايق عشتنا. ليه يعني؟ لسه
بجد يا نادر بتحبني؟ أنا بحبك يا مي، أي حاجة بنعملها مع بعض حتى لو حاجة هبلة، لو سندوتش بناكله ببقى فرحان. كل همي في الدنيا إنك تكوني مبسوطة. أنت بس شد حيلك، هتلاقيني دايما جنبك. ما تيجي تباتي معايا يا عمي بقى، ارحمني. اسمعي بس، هظبطك. هنلعب كيكة على عيني، كيكة على الواد. بس على خير. مي، هقولك حاجة. مساء الخير. فساتين افرح هنا؟ هنا. أوي أوي. أنا اللي مصممهم كلهم. القمر بقى فرحه إمتى؟